اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع مروه. هنتكلم اليوم عن الاسنان، وفي قسم مهم جدا هبدا بيه وهو قسم زراعه الاسنان. الحقيقه ان زراعه الاسنان بتتقدم كل يوم عن التاني، ووسائل زراعه الاسنان بتزيد كل يوم بشكل مريح للطبيب ومطمئن للمريض. الفقره دي معانا طبيب الاسنان بمجمع المسواك الطبي دكتور احمد خاطر، حاصل على ماجستير جراحه وجه وفكين، عضو الجمعيه الامريكيه لزراعه الاسنان، حاصل على البورد الألماني لزراعة الأسنان. هيكلمنا اليوم وهيساعدنا بشكل كبير نفهم يعني إيه زراعة أسنان، وإمتى نلجأ ليها، ونجاحها بيعتمد على إيه، ودور البلازما في عمليات زراعة الأسنان. أهلا يا دكتور. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. ممكن حضرتك تشرح لنا بشكل مبسط يفهمه المشاهد إيه هي عملية زراعة الأسنان، وهل هي مؤلمة أم لأ؟ طيب، ببساطة عملية زراعة الأسنان هي عملية جراحية، ومش عايز لفظ جراحية ده يكون بيدي المشاهد انطباع ان هي عملية كبيرة او حاجة مؤلمة. هي عملية جراحية بسيطة جدا، في بإطار ان احنا بنعملها على كرسي الأسنان تحت تأثير البنج الموضعي، ما بيبقاش بنج كلي، بيبقى في إطار محدود جدا، حتى لو فيها غرز او ما فيهاش الغرز تقريبا بتبقى في إطار محدود جدا، سن او سنين. الفكرة ببساطة ان احنا لو ده الموديل بتاع الفك، لو اتكلمنا عن الزراعة هي عبارة عن البرغي ده اللي بيكون بنحطه جوه عظم الفك، وبنسيبه فترة لحد ما يلتئم عظام الفك عليه. ممكن الموضوع يبقى ياخد شهر أو شهرين أو ثلاثة، أهم حاجة إن عظام الفك تلتئم على البرغي ده عشان بعد كده نقدر نركب عليه السن، وتأثير السن ده بيكون ثابت، ده سن ثابت مش بيتحرك، ملزوق بغيره دايم أو متثبت ببراغي تانية صغيرة، بس بيبقى ثابت ما بيتحركش، ويقدر يدي المريض كفاءة المضغ وكمان الشكل الكويس. هل ينفع ازرع اكتر من سن في وقت واحد؟ ينفع نزرع طبعا. لو ما عندناش اسنان فوق خالص بنزرع، ممكن نحط حوالي من 6 ل 8 زراعات في الفك الواحد، والست 8 زراعات دول بنقدر نركب عليهم ثابت كل اسنان للفك السفلي والفك العلوي، ويقدر المريض يستخدم فمه بكفاءة عالية. طيب دكتور احمد، ليه بنختار الزراعة اكتر من التركيبات المتحركة؟ التركيبات المتحركة كانت دايما بتعمل لنا مشاكل للمريض، ان هي بتتحرك دايما وهو بيتكلم وهو بيمضي وهو بياكل، لازم يشيلها كل يوم يحفظها في مية زي ما كنا بنشوف في الافلام زمان، كوب من الماء يحط فيه التركيبة المتحركة بالليل، ودي كانت بتبقى بالنسبة للمريض حاجة مزعجة جدا. موضوع الزراعة حل كل القصة دي، طول ما في عظام متوفرة، أو حتى لو بنقدر نزرع عظام للمريض لو ما عندوش العظام المتوفرة للزراعات، وبعد كده بنحط الزراعات والموضوع بيبقى ثابت تماما. سمعنا كتير عن البلازما ودورها في زراعة الشعر، بس الآن ليها كمان استخدامات في طب الأسنان، ممكن حضرتك توضح لنا؟ طيب، هي البلازما ما بتغيرش التكنيك بتاع الزراعة. هي البلازما عبارة ان هي بتساعد على الالتئام بصورة أكبر. يعني دايما البلازما او اللي هي بي ار اف او الصفائح الدمويه في البلازما الزياده دي بتساعد على التئام العظام والتئام الاغشيه المرتبطه بالعظام زي الانسجه بتاعه اللثة وكل هذا، بيساعد اكتر عن اللي يحصل التئام اسرع، ونطمن اكتر ان الزرعه ماسكه في نسيج قوي نقدر نحمل عليه وتمتد ان شاء الله العمر كله. هل التسوس مع مشاكل في العصب ومعاهم إهمال ممكن يسبب مشكلة في الفكين؟ طبعاً، الإهمال التسوس لما كمان بيوصل التسوس ده للعصب بيعمل التهابات جامدة جداً في العصب بتاع السن. العصب بتاع السن بيبقى عبارة، الالتهابات دي تبقى عبارة عن البكتيريا دي بتعمل تآكل في عظام الفك. حتى المريض لو احتاج بعد كده ان هو يعوض السن ده، لو اضطرينا ان احنا نخلعه، بيبقى عظام الفك متآكلة. في مرضى كتير جداً بنقول لهم احنا ما نقدرش نزرع أصلاً، يعني حتى الحل بتاع الزراعه ما بينفعش معاهم بسبب الاهمال اللي حصل من التسوس نتيجه ان البكتيريا عملت تاكل في العظام. يعني معنى كده ان احنا بنلجأ للزراعه لما تسوس بيعمل تاكل في العظام؟ بنلجأ للزراعه اكتر لما المريض ما يكونش عنده اسنان، يعني حصل كل الكلام ده بس هو ما اهملش، يعني حصل التسوس وصل للعصب عمل البكتيريا عمل الالتهاب، بيضطر المريض ان احنا نخلع الضرس. دلوقتي كل الحاجات الريسنت بتقول ان لازم وقت خلع الضرس لو امكن ان احنا نحط الزرعه، فده بيبقى نجاح اطول للزرعه. طب في الحاله دي وضع العصب بيكون ايه؟ خلاص احنا شلنا السن بالعصب، يعني العصب بيبقى مش موجود في وقت الزراعه خالص. طب انا عايزه بقى نصيحه للمشاهدين للعنايه بالاسنان. طيب، اهم النصايح اللي بوجهها للمريض
او للمشاهد عامه، لازم تهتم بنظافه سنانك، لازم تفرش الاسنان بعد كل وجبه، حتى لو مش قادرين بعد كل وجبه يستحسن يبقى مره الصبح ومره بالليل. لازم تزور طبيب الاسنان، تعمل تشيك اب كل 6 شهور على الاقل، عشان لو في تسوسات مش ظاهره ليك في المرايه ممكن دكتور السنان طبعا بيفحصها بسهوله. كل النصايح دي بتؤدي ان الاسنان تبقى في صحه عامه كويسه، عشان الاسنان بدايه دخول البكتيريا للمعده ومشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل المعده والجسم عامه. تمام، نورتنا دكتور احمد خاطر. ربنا يخليك. اكيد هنتقابل تاني ان شاء الله. شكرا لمعلوماتك القيمه. ربنا يخليك. شكرا، اشكركم، خليكم معايا في الفقره اللي جايه ان شاء الله. رجعنا لكم تاني. الاسنان مش دايما بتطلع 100% في وضعها المناسب للوجه، بيحصل في بعض الحالات ان وضع الاسنان بيكون مش منتظم. هنا المريض عايز يعالج وضع اسنانه وفي نفس الوقت عايز يجملها، هنا بيلجأ للتقويم. تقويم الاسنان علاج تنظيمي وتجميلي في نفس الوقت. مش بس كده، تقويم الاسنان بيصلح وضع الفكين بشكل كبير جدا. اسئله كتير حول موضوع التقويم هيجاوبنا عليها دكتور اياد عرنوس، طبيب سوري خريج جامعه حلب الحكوميه، طبيب اسنان بمجمع المسواك الطبي، عضو الجمعية الأمريكية لتقويم الأسنان، حاصل على ماجستير في التقويم، حاصل على دبلوم زراعة وتجميل الأسنان. أهلا يا دكتور. أهلا فيك أستاذة مروة، شكرا لك على الفرصة والزيارة اللي زرتينا فيه. نورتنا يا دكتور في البرنامج. سؤالي لحضرتك، الإنسان بيوصل لسن معين ما بيقدرش يركب تقويم، ولازم يكون سنه صغير عشان يركب التقويم، هل المعلومة دي صحيحة؟ بقدر أقول لك ما في عمر ما بيقدر يحصل على التقويم. طالما الأسنان بصحة جيدة واللثة بصحة جيدة نقدر نركب التقويم لجميع الأعمار، ولكن أنا أنصح ببدء العلاج التقويمي بمجرد ظهور المشكلة التقويمية. بالتالي أنصح كمان الأهل مجرد ما يشوفوا مشكلة عند أطفالهم بزيارة الطبيب المختص، لأنه نحن كل ما بدأنا بالعلاج بوقت أبكر كل ما تجنبنا الدخول بتعقيدات أكبر. والسبب خلال مرحلة النمو طبيب التقويم بيقدر يعمل توجيه لنمو عظم الفك الوجه الفك العلوي وعظم الفك السفلي، بالتالي نتجنب الدخول بتعقيدات كبيرة لو المريض وصل لمرحلة البلوغ بدون ما يتعالج. أفضل عمر للعلاج التقويمي هو العمر بمرحلة قفزة النمو، يعني بين عمر 13 إلى 15 سنة. تمام، طب هل التقويم المعدني تأثيره أفضل من التقويم الشفاف؟ ما بنقدر نقول هيك، لكل حالة خصوصيتها، الطبيب هو اللي بيقرر وبينصح المريض. على كل حال نحن سواء باستخدام التقويم الشفاف أو باستخدام التقويم المعدني بالآخر رح نحصل على نفس النتيجة المثالية لارتصاف الأسنان مع بعضها وعلاقة الشفاه مع الأنف والدقن والجبهة، ولكن ممكن في بعض الحالات يكون التقويم الشفاف أسرع من التقويم المعدني، وفي حالات التقويم المعدني عم يكون أسرع من التقويم الشفاف. طب هل شرط قبل التقويم تكون الأسنان سليمة؟ أكيد طبعاً، نحن قبل ما نركب التقويم نبدأ بمرحلة منسميها رفع مستوى الصحة الفموية، حتشمل علاج التسوسات، حتشمل علاج اللثة، وأي شيء بالفم نحن منعالجه، نبدأ بصور أشعة ومقاسات وبعدها نرفع مستوى الصحة الفموية حتى يصير الفم جاهز لاستقبال التقويم. تمام، هندخل في التركيبات. هل المريض هو اللي بيحدد نوع التركيبة أم الطبيب؟ الطبيب بيشرح الخيارات الممكنة للمريض وبعدها بينصحه بالأفضل، يعني بنقدر نقول إنه الطبيب هو اللي لازم يوجه المريض لاختيار التركيبة المناسبة، ولكن هي حرية المريض بالأخير، يعني هاي أسنان المريض ورأيه هو بهمنا كتير، نحن منوجهه ومننصحه ونوضح له الخيارات الممكنة. تمام، طيب إيه سبب ظهور رائحة الفم بعد التركيبات؟ سبب ظهور رائحة الفم
بعد التركيبات بصراحة هو التركيبات الخاطئة، في جزء منها بيتحمله الطبيب، في جزء منه بيتحمله المريض. يعني لو كان في فراغات بين التركيبات، لو كانت التركيبات تضغط على اللثة بتسبب لها مشكلة، هذه ناحية الطبيب أو ناحية تصميم التركيبات. أما من ناحية المريض، الإهمال بصراحة، المريض اللي بيعمل تركيبات لازم يهتم بأسنانه بشكل دائم، تفريش الأسنان، استخدام الغسول، استخدام الخيط بين الأسنان. طيب هسأل حضرتك، في زراعة الأسنان إمتى حضرتك بتقرر إن الحالة دي محتاجة زراعة مش بريتش أو دينشر؟ بالحقيقة الزراعة حققت ثورة في عالم طب الأسنان. نحن دائما نتوجه للزراعة بالحالات اللي بتكون الأسنان المجاورة لمكان الفقد سليمة. لما نحن نعوض عن السن المفقود بزرعة، نحن ما منمس أبداً الأسنان المجاورة وتبقى سليمة ومنحافظ على المينا أسنان المجاورة. أما لو كانت الأسنان المجاورة لمكان الفقد منزوع عصبها وتحتاج إلى تلبيس أصلاً، أنا بهذه الحالة ممكن أني أنصح بالجسر. تمام. طيب هنتكلم عن ابتسامة هوليود. ممكن حد يشرح لنا إيه هي ابتسامة هوليود؟ بالحقيقة ابتسامة هوليود هي الترند بطب الأسنان. بقدر أوصف لك إياها إنها رغبة المريض بالحصول على ابتسامة مثالية مشرقة. حتى نوصل لابتسامة هوليود نحتاج إلى طبيب على درجة من الخبرة وإله نظرة فنية بنفس الوقت، وملم بعدة اختصاصات مع بعض، لأنه نحن بنقدر نحصل على ابتسامة هوليود بالتقويم، بمجرد رصف الأسنان بشكل جميل يحصل المريض على ابتسامة مشرقة وجميلة مثلها مثل المشاهير. ممكن يحتاج المريض إلى تقويم وبعدها تركيبات، ممكن تقويم بعدها زراعة بعدها تركيبات. إذن ابتسامة هوليود هي هدف نقدر نوصل له بعد سلسلة من الإجراءات العلاجية. طيب الخامات المستخدمة في ابتسامة هوليود والفرق بينهم؟ في كتير مواد أو في كتير أنواع للتركيبات والعدسات، في منها الزيركون، في منها الإيماكس. فينا نسوي ابتسامة هوليود باستخدام الفول كراون وهو التاج الكامل، فينا نستخدمها بعدسات اسمها الفينير، فينا نستخدمها بعدسات اسمها اللومينير. يعني ممكن تصير ابتسامة هوليود ببرد بسيط، ممكن تتم بدون برد نهائيا. حضرتك بتقرر الفرق، يعني بتختار كل على واحدة على حدة على أساس إيه؟ كل حالة لها خصوصيتها على حسب الأسنان. طبعا نحن قبل ما نختار نوع التركيبات بنعمل مقاسات للمريض وبنعمل دراسة للحالة، وعلى أساسها بننصحه بالاختيار الأفضل. ممكن المريض يكون على عجلي من أمره، ما عنده وقت ليركب التقويم قبل ما يعمل الابتسامة، ممكن بهذه الحالة نضحي بجزء بسيط من مينا الأسنان. أما إذا كان المريض عنده الوقت الكافي أنه يمشي بالمراحل مرحلة وراء مرحلة، وقتها نبدأ بالتقويم، بعدها ممكن نعمل عدسات رقيقة جداً بدون نحت الأسنان. بس أما المريض لو اجى لعندي، في عنده مقابله تلفزيونيه، في عنده سفر، في عنده زواج، ما عنده وقت انه يعمل تقويم قبل تركيب الابتسامه، وقتها لازم نبرد شيء بسيط من سطوح الاسنان. تمام، نورتني يا دكتور. شكرا لإلي دكتور اياد عرنوس، نورتني جدا. شكرا، ان شاء الله لنا لقاء تاني. ان شاء الله بنتشرف بحضرتك. شكرا دكتور اياد عرنوس، نورتنا، ان شاء الله نتقابل تاني. أشكركم، خليكم معايا في الفقرة اللي جاية إن شاء الله. رجعت لكم تاني. منتشر إن زراعة الأسنان عملية بتاخد وقت وممكن تتم في أكتر من جلسة، هل ده حقيقي أم لا؟ وهل عملية زراعة الأسنان مؤلمة أم لا؟ هنعرف كل ده مع دكتور عبد العليم سلطان، أخصائي طب وجراحة الأسنان بمجمع المسواك الطبي، عضو الجمعية المصرية لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان،
عضو الزمالة البريطانية لتجميل الأسنان. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور. عايز أسألك على زراعة الأسنان، هل بتاخد وقت وهل بتسبب ألم؟ طيب، زراعة الأسنان من ناحية الألم ومن ناحية الوقت الموضوع بسيط. طول عمر الناس بتخاف جدا من زراعة الأسنان لأن هم بيعتبروها كجراحة وشيء متعب، مع إن لو جينا نبص لها بمنطق تاني، قبل ما يزرع فهو خلع أسنانه خلاص وخد نفس العملية في الخلع، فالزراعة تعتبر فعليا أسهل من الخلع بالنسبة له. بالنسبة للوقت، هو كان زمان بتاخد وقت الزراعة، كان ممكن الزرعة نص ساعة وساعة وأكتر كمان في بعض الحالات. حاليا مع تطور التقنيات ومع التقدم ومع نوعيات الزرعات الجديدة، أصبح الزرعة الواحدة ممكن تاخد في حدود 10 دقائق أو أقل. تمام. طب هل في زراعة بدون ألم؟ طيب، بدون ألم إحنا ما بنعملش أي شيء بدون ما نكون عاطين للمريض مخدر، تمام، اللي هو المخدر الموضعي اللي هي إبرة البنج العادية. إبرة البنج هي نفسها اللي بياخدها، سواء هيعمل حشوة في أسنانه، سواء هيعمل تنظيف، سواء هيعمل خلع، فهي العملية بسيطة جدا. فكرة زراعة الأسنان، هو بعد ما بياخد التخدير مفيش أي ألم نهائيا. الفكرة كلها في الألم، وده بيكون السؤال المتكرر، هل هيجيني ألم بعد التخدير ما يروح؟ برضو بيكون الموضوع بسيط جدا، لأن زي ما قلت لحضرتك تطور التقنية نفسها بتاعت الزراعة بيخلي التدخل بسيط، فبالتالي الألم اللي حاصل بعد ما بتنتهي الزراعة وبيروح المريض والمخدر ينتهي منه بيكون الموضوع بسيط جدا، زيه زي بالظبط وقت الخلع بتاعه. مع وجود المسكنات، مع وجود المضاد الحيوي، بيكاد يكون الموضوع بسيط جدا، في خلال يوم أو يومين أحيانا المريض ما بيضطرش حتى أنه هو ياخد مسكنات. تمام. طب هل في شيء اسمه زراعة بدون جراحة؟ شوفي، بدون جراحة تماما مفيش مصطلح اسمه كده، يعني هي بيقال عليها مجازا بدون جراحة، اللي هو ان احنا ما بنضطرش نشق اللثة. احنا في الزراعة العادية المفروض ان احنا بنشق لثة المريض شق خفيف علشان اظهر العظم، وبالتالي ابدأ احط الزرعة جوه العظم. حلو. دي دايما بتخوف المريض، فكرة ان هو هيكون في شق في اللثة، هيكون في خياطة بعد ما نخلص، دايما بتعمل له خوف شوية. التطور الجديد في الموضوع ان انا اقدر باستخدام الاشعة ثلاثية الابعاد وباستخدام تصوير فك المريض، بقدر اعمل حاجة اسمها زراعة موجهة بالكمبيوتر. يعني بعمل جهاز معين او زي تركيبة بتتركب على الاسنان، زي ما هيظهر عند حضراتكم على الشاشة دلوقتي. تمام. هيظهر على الشاشة دلوقتي، هتشوفوا معايا انه في جهاز بيركب فوق الاسنان. الجهاز ده مصمم على فك المريض نفسه باستخدام الأشعة ثلاثية الأبعاد. فائدة الجهاز إنه يقدر يوجه الزرعة داخل العظم بدون ما أنا أكون أصلاً شايف العظم. ليه؟ لأن ده متصمم مبدئياً على الكمبيوتر من قبل الزراعة، فبالتالي لو معايا الجهاز ده وباستخدامه هقدر إن أنا أوجه الزرعة داخل العظم، فأنا مش محتاج لا أشق ولا خيط ولا أعمل أي شيء. فده اللي ممكن إن إحنا نقول عليه بدون جراحة، ولكن المسمى الأفضل ليه إنها تعتبر زراعة موجهة بالكمبيوتر، مش بعين الدكتور، مش ان الدكتور بعينه يشوف العظم ويحط الزرعة من خلال العظم. تمام. طيب امتى المريض يقدر يركب سنة فوق الزراعة؟ طيب، بالنسبة لموضوع توقيت التركيب، هو ده اكتر حاجة محيرة جدا في موضوع الزراعة، لانها بتختلف اختلافات جذرية من نوعية زرعة للتانية، بتختلف من مريض للتاني، بتختلف من نوعية عظم للتانية. يعني في عندنا مرضى وفي عندنا نوعيات عظم، تمام، على حسب كثافة العظم بتاع المريض اقدر ان انا اركب له التركيبة من اول يوم، يعني فورا مجرد ما حطيت الزرعة اقدر احط عليها تركيبة، ودي اللي بنسميها تحميل فوري. تمام. ولكن مع بعض المرضى التانيين لا، العظم بتاعه كثافته قليلة، وبالتالي مش هيستحمل الزرعة، مش هتستحمل ان ينزل عليها ضغط من الاكل من اول يوم، فبالتالي لو حملت حمل عليها زيادة من البداية ما اديتش فرصة لان الزرعة تلتئم مع العظم، فده انا عملت حمل خاطئ وعملت تحميل مبكر على الزرعه، فيأثر بالسلب على التئامها في العظم. طيب يا دكتور، انا زرعت اسنان، ليه اركب سن فوق الزراعه؟ طيب، واضح ان هو في يعني مفهوم الزراعه نفسه مش واصل بشكل صحيح لبعض الناس خارج المجال الطبي. تمام. وبالتالي احنا لازم علشان خاطر نفهم الموضوع على بعضه، الزرعه عباره عن جزئين، في جزء اساسي اللي هو بيكون داخل العظم. حلو. وده اللي هو عبارة عن احنا شايفينه هنا كأنه مسمار. اوكي. ده بديل للجذر الطبيعي بتاع السنة، ولكن المسمار ده عبارة عن نوعية معدن اسمها تيتانيوم. هو عبارة عن معدن ولونه
لون معدن. طيب ده داخل العظم. طيب ده بيكون مدفون جوه العظم، يعني انا لو بصيت في فمي بعد ما ازرع مش هشوف شيء. طيب ازاي هركب عليه؟ بجيب جزء تاني اضافي، تمام، ده بربطه في الجزء اللي تحت، في مسمار بيوصل ما بين الاثنين يربط الجزء الاضافي ده في الجزء المدفون. برضو الجزء الاضافي عباره عن جزء معدني، ما ينفعش ان انا يكون عندي جزء معدني في بقي. في النهايه فوق الجزء المعدني بنجيب تركيبه بلون الاسنان وشكل الاسنان وصفه الاسنان الطبيعيه تركب فوق الزرع. يعني في النهايه اصبح عندي جذر اساس واصبح عندي سنه فوق. الفكره كلها اللي كنا بنتكلم فيها من شويه وهي فكره التركيب، سواء ان انا هركب فورا ولا هركب بعدين ولا هركب بعد 4 شهور او 6 شهور، ان انا في البدايه حطيت الاساس بتاعي، انا منتظر ان الاساس او القاعده تلتئم جوه العظم بحيث لما انزل عليها الضغط بتاع العضه بتاعتي تمام تتحمله. فلو انا حطيت الاساس ده بدون ما اركب الجزء اللي فوق ولا اركب السن، اذا المريض لما يعض اسنانه مفيش حمل هينزل على الزرعه لان هي مدفونه تحت. بينما مجرد ما حطيت التركيبه بتاعتي بالشكل ده تمام وجا المريض يعض اسنانه، هنا اصبح بينزل عليها ضغط. اذا هو زرع ثم تركيب. بالظبط كده. فالسؤال بتاع حضرتك اللي كنا بنجاوبه من شويه، فكره التركيب، هل انا اقدر احط التركيبه دي فورا من اول يوم ولا لازم انتظر؟ ممكن يبقى المريض عظمه ممتاز وممكن الزرعات تكون كويسه وكل شيء كويس ومع ذلك برضه ما اقدرش اركب من اول يوم. ليه؟ ممكن عضلات الفك عند المريض تكون قويه جدا وبتعمل برضه حمل زياده، فلو انا ركبت للمريض ده من اول يوم قبل الزرعه ما تلتئم في العظم خلاص يبقى انا عمل عليها حمل زياده، مش هيدي للزرعه فرصه للالتئام الكامل مع العظم. فدي بتختلف جدا من مريض للتاني ولازم الدكتور هو اللي يشخصها بعد ما يشوف الحاله ويشوف كل شيء يخص المريض ويخص عظمه. طيب ممكن حضرتك تكلمنا عن استخدام الكمبيوتر في توجيه زراعات الاسنان؟ طيب احنا اتكلمنا عليه من شويه لما اتكلمنا على اللي هي الزراعه بدون جراحه دي اللي انا قلته لحضرتك، فالموضوع ممكن نوضحه اكتر. ان تاني انا النهارده الدكتور وهو داخل، يعني لما بنقول حفر بيبقى الموضوع مخيف شويه ولكن هي فعليا حفر. انا لما باجي علشان احفر جوه العظم انا بختار الاتجاه بناء على اتجاه الاسنان، بناء على اتجاه العظم بتاع المريض، بناء على سمك العظم، بناء على ارتفاعه، بناء على كل شيء. الحاجات دي انا بعرفها منين كدكتور؟ ان انا ببص على الاشعه بتاعه المريض وبناء عليها بشتغل تمام. وبالتالي فانا بفتح اللاتة بتاعه المريض بشوف العظم بتاعه قدامي، اذا في اي حاجات بقايا قديمه او شيء بنضفه واحط الزرعه خلاص. الطريقه الثانيه ان زي ما هيظهر عند حضراتكم تمام، اللي هي ان انا اعمل جهاز باستخدام الاشعه ثلاثيه الابعاد بتاعه المريض. الجهاز ده بركبه فوق الاسنان الباقيه وقت ما انا بزرع او بركبه على اللثه بتاعه المريض، بيكون فيه فتحات، الفتحات بتوجه الزرعه في الاتجاه المطلوب داخل العظم. وبالتالي اصبح مع الزراعه الموجهه دي شبه مفيش مجال للخطا، مفيش مجال ان الزرعه تكون خارج العظم، مفيش مجال ان الزرعه تضغط على عصب الفك، مفيش مجال ان الزرعات يطلع التوازي بتاعها فيه مشكله. فدي بتحسن حاجات كثيره جدا خلاص في النتيجه النهائيه للتركيب والنتيجه النهائيه للزراعه. تمام.